الإذاعة واحدة من أقدم وسائل الاتصال الجماهيرية، عادت إلى واجهة الاهتمام المحلي مجدداً، وباتت بالنسبة لليمنيين الوسيلة المفضلة. قبل ما نروح العمل لازم نصل المذياع، لازم نسمع أول فيها التلاوة، ونسمع فيها الحديث، ونسمع فيها النشاط. في حين تفاقم أزمة الكهرباء التي تعيشها عدن ومختلف المدن اليمنية، تظل الإذاعة بالنسبة للكثيرين صديقا وفيا يشتاقون لسماعها، ويرون فيها وسيلة مريحة لتلقي الأخبار ومتابعة البرامج في أي وقت. قطعت كثير الكهرباء، أعتقد بأنه الإذاعة الآن ملامسة لوعي الإنسان بشكل كبير، في وسيلة المواصلات، في المنزل، في الأماكن التجارية موجودة الإذاعة. تستمعون إلى راديو. في عدن توجد إذاعتين محليتين سجلت حضورا واسعا في الأوساط الثقافية والسياسية والشبابية، بالرغم من عمرها القصير، كما بدأت قنوات فضائية بإطلاق نسختها الإذاعية، خاصة بعد أن أصبح المذياع في متناول الجميع والوسيلة الأقرب للجمهور المستهدف. يعني الأخبار المحلية، الأخبار العالمية، تبدأ يعني أنك تفهمي إيش في بالبلاد من خلال الأخبار، حتى مواضيع الثروة الزراعية تعرفي كم سعر الخضروات. تلعب الإذاعة دورا كبيرا في التوعية والتثقيف ومساندة الجهود الرسمية في تعزيز الأمن وتطبيع الحياة العامة في المحافظات المحررة من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، غير أن غالبية متابعيها يفضلونها كوسيلة ترفيهية أكثر من كونها وسيلة تثقيفية، بالرغم من تراجعها إلى المرتبة الثالثة بعد التلفزيون والإنترنت كوسائل اتصال في عالم اليوم، غير أن للإذاعة جمهورها المتنوع وتأثيرها اللامحدود. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.